النادي رؤوف خليفي يرحب بكم في هذه المباراة. ها هي البداية. إذا تمشي الكرة على الأطراف، تناقل جيد للكرة، لدي الفرصة، يستغل الفرصة ويسدد، يحاول أن يلعبها بينية هنا ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. يحاول فك دفاعات المنافس ويسدد، يسيطر عليها، لقد فعلوها، استعادوا التقدم بأسلوب رائع. يقوم بتسويب الكرة بقوة، يحاول فك دفاعات المنافس، يقوم بالتسويب ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة. نتيجة المباراة هي التعادل. إذن لم يتمكن أحد من تنفيذ الهجمة القاضية، إنهاء الهجمة بنجاح كان هو نقطة الضعف اليوم. إنه امتياز كبير أن نكون جزءا من مباراة رائعة في كرة القدم كهذه.